طبعا بالكل الكل بالتاكيد تابع امبارح نتيجه مباراه الزمالك او نتيجه مباراه الجونه والزمالك. المباراه كانت بتقام على ملعب نادي الجونه فانتهت بالتعادل الايجابي 2-2. مهم جدا ناكد على مع يعني عناوين محدده خلال الفتره القادمه. حتى هذه اللحظه الدوري ما زال في الملعب، حتى هذه اللحظه والورق وتفاصيل المباريات وكره القدم بتفاصيلها بجزئياتها لسه في كلام كتير خلال الفتره القادمه. ممكن يكون ظروفك او طموحك في الفتره القادمه خلاص بتقترب من الفوز باللقب او بتقترب من الفوز بالدوري العام، لكن حتى هذه اللحظه وعلى الورق وبعدد النقاط وبالمباريات المتبقيه لسه الدوري ما اتحسمش. ليه بنقول ده؟ لان كره القدم علمتنا دايما انها بتدينا دروس في اوقات بتبقى حساسه واوقات بتبقى فيها مباريات عصيبه وبتبقى خلاص قريب جدا من اللقب، قريب جدا من البطوله. صحيح مباراه المقاولين القادمه يكفيك الفوز، لكن الفرحه بالفوز بالدوري مش هتحصل الا مع صفاره الحكم في النهايه وانت محقق نتيجه ايجابيه. حتى هذه اللحظه من النهارده لغايه مباراه المقاولين الدور الاعلامي، دور الجماهير كمان، لان طبعا اللعيبه والكل بيبقى بالتاكيد موجود على السوشيال ميديا، هو الدور الايجابي، الدور الايجابي اللي احنا نقول للكل ان لسه المباريات حتى هذه اللحظه لم تحدد او لم يتضح من خلالها مين هو بطل الدوري. فرصتك اكبر ووصولك للقب الدوري رقم 41 بالنسبه للاهلاويه هو الاقرب. الاهلي خلاص على مسافات قريبه جدا من الفوز ببطوله الدوري، لكن الجزئيات اللي احنا بناكد عليها ان خلال الساعات القادمه دورنا ودور الجماهير كمان مع لاعبي النادي الاهلي ان احنا نقول ان لسه في 90 دقيقه مع فريق المقاولين في استاد برج العرب. المباراه صعبه جدا. نادي المقاولين من الفرق اللي عملت هذا الموسم نتائج متميزه، بيقودها فنيا مدير فني محترم كابتن عماد النحاس من مدرسه النادي الاهلي وعارف يعني ايه يلعب بروح وبشرف وبجديه حتى لو المباراه بالنسبه له ليس لها اي معنى او خلاص حقق المطلوب او الدوري بالنسبه له انتهى، فاز انتصر اتعادل خسر بالنسبه له النتيجه هتبقى واحده، فبالتالي المباراه بالنسبه لنا مباراه حيويه، مباراه مصيريه، الدوري لم ينتهي، الاهلي لم يفز باللقب بعد، وبالتالي خلال الساعات القادمه دورنا الايجابي شحن اللاعبين، تجهيزهم للمرحله القادمه، تجهيز الفرحه ان شاء الله باذن الله تكون بعد هذه المباراه، لان الانتصار يكفي الاهلي باذن الله للفوز باللقب ولقب غالي. فرحه الجمهور بالتاكيد الجمهور نفسه يسعد ونفسه يفرح بلقب الدوري السنه دي، لان الجمهور معذور، الجمهور عايش مع النادي الاهلي على مدار موسم كامل، شاف صعوبات وشاف قرارات وشاف مواقف بيقول لك النادي الاهلي اكتر الفرق اللي واجهت صعوبات كتير على مدار الموسم، كمان كان بيواجه منافسين عندهم شراسه هجوميه وشراسه في الاستعداد بالنسبه لهذا الموسم بالنسبه للناحيه القرويه، فبالتالي الجمهور لما بيفرح بيفرح من سعادته ان النادي الاهلي رغم كل هذه الصعوبات ورغم كل هذه التحديات قريب من الفوز بالدوري العام، لكن الدور المنوط به الاعلام والدور المنوط به جماهير النادي الاهلي خلال الساعات القادمه ان احنا ناكد ان لسه مباريات كره القدم ادتنا دروس وادتنا مواقف سابقه، فلسه مباراه المقاولين قدامنا ان شاء الله 90 دقيقه ومع صافره الحكم في نهايه المباراه واحنا منتصرين نفرح ونحتفل باذن الله ببطوله الدوري بعد هذه المباراه، لكن حتى هذه اللحظه على الورق لسه المنافسه مستمره، لسه البطوله لم تحسم، وحتى هذه اللحظه الكوره ما زالت في الملعب وبين اقدام لاعبي النادي الاهلي في المباراه القادمه.